كيفكم؟ اشتقنا لكم. هاي اندرياس. هاي يا حلوين، كيفكم؟ اشتقنا لكم. ان شاء الله الكل يكونوا بخير وسلامه. جايز جايز، رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم عباره عن مين اقوى بنت في اليوتيوب. واو شيرين بتشوف حالها يعني بالزوره انت يعني شوفوا متابعينا شو صار. هاي مرسل الدريم صار. لا شوفوا شفتي حالك شو صار معك. بس سبحان الله هلا رجلي الدريم كان كبارك. شيرين جايز رياضية، تعرفوا شيرين رياضية هي. ما شاء الله هي قوية كتير. صحة. اوكي جايز، خلي المشاهدة الأخير وشو حطوا واشتراك بقناة تحديات رانيا كرمال بنوتات الحلوين. ادعموا خلاص هالقناة وخليها تكبر ونحن وانتو نكبر مع بعض. طبعا في اليوتيوب رح نضل سواها طول العمر ان شاء الله. تبقوا تعليقات حلوة ومحترمة مثلكم، وان شاء الله رح نعمل فيديو ينال اعجابكم. يا عيلتنا الثانية، وبنحب كلياتكم. سلامنا للكل، وندعي لكم دوم ضلوا بالصحة التامة. اوكي جايز، رح نبدأ بالتحدي. رح نبدأ بس اول التمرين، البداية التدريب. اندرياس ما رح يكون معكم، رح نعمل اتفاق. لا اول شيء نعمل انا اللي رح اختار اليوم، اختار انجلينا وندرين وشيرين وستيلا، فريق ضد فريق. يس جايز، اليوم كتير رح تشوقوا. خلي المشاهدة الاخيرة. ها اوكي جايز، اوكي يلا رح نبدأ بأنجلينا وستيلا، أصدقاء لبعض، أخوات وبيحبوا بعض كثير. اليوم حبوا بعض بعدين يعني بصير هيك مشاجرة. وشيرين وستيلا، ستيلا مع بعض. وأندرياس الملك، هو الملك لألنا أكيد. أنت أربع أخوات، أنت المدلل بتعرف يعني حالك. مع التمرين الثاني أندرياس رح يكون الوقوف على إيدين جنب الحيط، وراح نشوف مين راح تتحمل. خلينا نبدا بهالتمرين جايز. هالتمرين هزم الاصابع بين ستيلا وستيلا وانجلينا. ليتس جو، يلا تعالوا. انجلينا وستيلا، انتي اصبعتك قويه حرام عليكي. يلا انجلينا فوزي سوبر، يلا انجلينا سوبر هيرو. يلا مين تفوز انجلينا فعلا. اوه يس، مبروك لك انجلينا. وهلا رح نبدا اول شيء انجلينا وزين، تفضلوا لعنا هون. رح نشوف قدي رح يتحملوا. استيلا تفضلي انتي. تفضلي قدي رح يشيلوا ستيلا. بس انا على طريقة جديدة رح نعملها اليوم. شغلي عداد المباشرين ولا تغشي بالعداد، ومجرد لك افتحي حرام عشان يعني رح يتعبوا كتير. اوكي يعني ستيلا ماشي حالة، بس شيرين اكيد ما رح تتحمل. بشيرين اكيد استني، بس مجرد ستيلا شالت انجلينا 3-2-1 let's go. انجلينا لا استنى، معلش انجلينا تحملي. انجلينا بتفوزي انجلينا. انجلينا ليش مظبطه؟ لا 10 ثواني يا حيف على النذرين. دومان، هاي المتابعين دومان كمان. يلا اذا بتشيلوا دومان بتشيلوا بسرعه. شو هاي بس 10 ثواني؟ شو هاي 10 ثواني يا حقف قدام المتابعين. عن جد؟ نقدر نعيدها؟ نعطي ورقة الأمان يعني نعطيهم شيء متابعينا؟ ما راح الكاميرا حتنزل. طيب نشوف. طيب اوكي نشوف. يلا إذا لسه ما حطيت شيرين أنتوا هيك، إذا أحط شيرين كيف أنتوا تروحوا زحفا على الأرض؟ اول شيء هيك بس على الارض. ايه صح مزبوط، ما تخلي. استني هدي يلا خذي القوه. تمسكي القوه منها. لا تعملي هيك انجلينا، لا هيك دوم هيكي. ايه تمسكي. يلا جاهزه انجلينا؟ منظرك بيضحك. يلا امسكي بيها.
خليك هيك معلش خليك هيك معاه كانه انتو برقص شيء الدبكه لا 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 خلاص خليكي قويه قاوموا يا بنات قاومي يلا انجلينا كل قوه كل قوه انجلينا ايه تحملي معلش بعدين تربح شيرين ها تربح شيرين ستيلا حرام عليكي حرام 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 البنات ستيلا تحملي صرت عم تمسك فيها ستيلا لا اش قد واو شوي مشي حال جايز 34 فرجينا 34 ثانية 34 ثانية يعني مشي حال مو دقيقة مين بتتحمل دقيقة اوكي خلينا هلا لشيرين وستيلا وخلي انجلينا تيجي نشوف شو رح يصير جايز بتقولوا انتو بتقولوا انه انتو انه ستيلا رح تتحمل انجلينا عفوا اندرياس ممكن لا تشاغب لنا اندرياس ندرين خليكي تجهزي على العداد الموبايل خذوا القوة يا حلوين كملي يلا انت عم تمسكي فيها يا شيرين اذا تمسكوا فيها يعني بلغ اندرياس ممكن حبيبي اندرياس روح شيلي شيلي اوكي ستيلا 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 كم دقايق كم دقايق معلش كملوا انجلينا مسكينه متابعينا وحده ماسكه بنطلون انجلينا والثاني ماسك شو ركبتها لا لا انجلينا استني هاز بتصير دقيقه انجلينا صرت تحمل يا صار دقيقه شيرين ليش عم تمسكي باجر طيب ما بصير لازم تقل ولا انت كمان ايه يعني هذا غش يعني حرام عليك دقيقة خليكي عند تجيبي عند الدقيقة و 17 ثانية جايز رجعي شيرين ربحت بالتحدي لك شو هاي شيرين جايز متابعينا شفتوا شيرين شفتوا ضحكة شيرين اللي بتعدي بيناي عم بقلكم هي شيرين دايما بتضحك ما بنعرف شو عم بصير معها دايما اوكي مبروك لستيلا وشيرين بالتحدي وخسروا معنا نذرين وانجلينا ورح نعمل هلا عقاب لألهم نبدا بالعقاب شو تتمنوا تطلبوا العقاب لنذرين وانجليكا شو بتتمنوا تفضلوا عد وين تحبوا انه تعدوا انا بدي اختار شيء كمان تفضلي شيء بدك تستحضر انا بقدر وين ايش بين اصابع بتعدي تفضلي شيلي ايدك شيلي ايدك ما عم نشوف شيلي شيلي ايدك هاي ايوه هيك بيعضي عضيتي محل متابعينا شو شيرين الشاغبه وين عم بتعطي المحل هون بتعرفوا بين الاصبع الكبيره والثانيه يعني كثير عن جد كثير نعمه بس هي وين لاقت المحل طلعوا على بس انتقام بس طلعوا على انتقامها انا بدي روحي من هون على تنتقمي ها مش تدوس على رجله لا انت ليش هيك بتحبي؟ ايه تعالي يا ستيلا شو بتحبي؟ شو عم تعلميها؟ شو؟ كيف؟ عم تبسبسوا متابعينا يلا خلاص سلام شو؟ تعالي مو كنتي بتحبي تحطي رجلك عليها؟ لا 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 لا, لا. اتفقوا مع بعض انتقمت ستيلا وشيرين من ندرين مبسوطين شيرين بكفي حرام عليكي وشو بتقرروا لانجلينا تعالوا يا انجلينا انا بشد شعرات انجلينا سلامتك الف سلامة شعرات انجلينا شو بقى
الشراطه؟ ايه حرام عليك. انا حرام ما شدي شعراتي نكستوله. ايه يلا بس في شيرين تعالي جيبي مجانين مجانين بس المجانين المجانين يعيشوا في النعيم. يلا يلا عملي لها شو انت. لا لا خلص حرام انت كمان يا شوي هيك اعملي لها استشوار بشعراتها وخلصي. شو هذا موديل؟ انجينا تعالي ليش عم تبعدوا تعالوا تعالوا خلص اوكي حرام قوية كمان شرسة شرسة اوكي جايز خلينا على التمرين الثاني كلياتكم راسكم على الارض وجريكم فوق الحيط طبعا ايديكم على الارض اوكي ونشوف مين اكثر وحده راح تتحمل هي بتفوز اوكي بسم الله الرحمن الرحيم 3 2 1 انا بدي اشغل عداد الموبايل مين اكثر وحده راح تفوز مين مين يا ترى مين بتقولوا جايز لا جيني لا ما تعمل يلا يا جماعه يا حلوين طب ده ايه ده لسه ما عملت اوكي رح شغل مو 3 2 1 هي شغلت نذرين خسرت انجلينا خسرت ستيلا خسرت خلاص ستيلا خسرت لا تعكسوا اندرياس بده يفوز حرام عليكي صح مزبوط كلامك جايز شيرين واندرياس عفوا ستيلا لا خلص ما تخليه لا تخليه يخسر حرام عليكم يعني بالزور اللي يعني الولد بده يرفع خلص شيرين واندرياس ربحوا معنا بس شيرين اندرياس اللي شو؟ الاندريس اللي ضل اخير الكل بيعرفه مين ضل الاخير شيرين مين قبل شيرين مين قبل اندرياس نزل حاله شيرين حاله شيرين نزل حاله شيرين نزلتي حالك بعد ثانيتين اندرياس نزل اندرياس فاز انا اندرياس فاز معنا ب 59 ثانيه و 66 يعني ثلاثة الكل خسروا ربح معنا اندرياس اللي بتضل بالاخير اكثر شيء هو يلا الكل على عقاب انا ما في يلا العقاب العقاب انا هالمره بدي اقرر شو مثل ما بيقولوا صحاتة ماما يعني هذا ترند طالع بتعرف يعني لما تعمل هيك مقارنة ولما بتزد وتضرب تساوي وعطوني انا بدي هالمرة اعمل جهزوا حالكم للورق ثلاثة عن بعض شيرين يلا انت كمان لا انا فزت ليش؟ فزت انا تعبت حالي ما وقعت ابدا كنت دايما ثابتة عند الحد انا موت الانديس وقعت ترى متابعينا شو بدها تبكي؟ لان انا تعبت حالي ما بس تعملوا على الفاضي انا كذبت وما وقعت ولا مره انتوا حكامه شو بتقرروا تعطوها يعني تعطوها شيء ايه بنعطيها شيء اوكي بنعطيها لا تزعلوا لا انا ما خسرت ولا وقعت ولا كذبت طيب ابكي يعني ابكي لانه انك ما فزتي وخسرتي هالمره كرمال اندرياس انا ما خسرت انا ربحت لانه انا ما وقعت بالارض اندرياس ما وقع على الارض بس البنوتات صاروا على الجات اوكي شيرين اوكي يعني كرمال المتابعين وبنوتات كمان شيرين ربحت معنا متابعينا وخليها تفرح يلا نروح عشان احنا بناكل عقاب يلا طلعي من هون بدي اضربه انا روح 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 اندرياس ممكن تطلع مبروك لك اندرياس يلا
تعالوا عندي تعالوا قربوا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. تلف 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 مشان ما تعرفي امتى بدي اعمل. تلف تلف لا انجلينا طلع علي يلا الوقت عم بيمر. يا واحد اثنين ثلاثه هي وحده واحد اثنين ثلاثه اي وحده اعطوني اعطوني واحد اثنين لا هيك ما بصير لا 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 واحد اثنين اي ثلاثه اعطيني واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين اعطوني اعطوني روح منهم ادرس روح منهم واحد اثنين ثلاثه خلاص اوكي جايز وصلنا هيك لاخر الفيديو نتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو بس كانت نعمين هون ديس خد لك تاخذ بوتك بس كانت نعمين ها جايز مشان ما تقولوا ماما هيك الماما ما بتعمل ابدا بس هي قوانين اللعبه وكثير انبسطنا مع بعض جايز وصلنا لاخر فيديو نتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو ما ادري صار عمي يلبس وبده يشوف حاله فيه وبنقول يوم جديد فيديو جديد اشتركوا بالقناه وحطوا لايك باي باي.